ما هو تكليفك اتجاه هذه الغيبة؟ لأن صاحب الغيبة موجود ينظر إليك، يسمع كلامك ويرى مقامك. أنت ماذا تقدم اتجاه هذه الغيبة؟ الخطوة الأولى عليك أن تعرف مستوى أو أين تقع في دائرة هذا الوجود، يعني مشخصات مسؤوليتك، هل هي كبيرة؟ هل هي صغيرة؟ هل هي ضمن حيز الأسرة فقط؟ هل هي ضمن حيز الصداقة؟ هل هي ضمن حيز العمل أو حيز الدرس مثلا أو حيز المنطقة أو قل حيز البلد؟ فكلما كان الفرد شاعر بمسؤوليته وإن قل أو قلت دائرة تأثيره في المجتمع، هناك تكليف يختص به الفرد، عليه أن يقوم به على أتم المطالب وأتم الاستعداد. صعب الأمر أم سهل؟ فبالتالي يجب على كل فرد أن يعرف دائرة إمكانياته. من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعرف نفسه. فإن كان مقصرا عليه أن يتجنب هذا التقصير، إن كان جاهلا عليه يتعلم ويسأل ماذا يفعل، لابد أن يكون هنالك مرشدا أو هنالك نقل يعني مصلحا يوجه الناس للطريق الصحيح، وإن كانوا يعني ذو أعذار مثلا. حتى ذو العذر عندما يتوجه للمصلح يعرف كيف يتعامل وكيف يتحرك. المهم النتيجة عليه أن يكون داخل المنظومة الحركية التي تنتظر الإمام سلام الله عليه. أنا قلت المنظومة الحركية، هناك منظومة حركية في الغيبة الكبرى تتوجه نحو الإمام، ولا توجد منظومة سكوتية ساكنة تقول أنا أتوجه إلى الإمام. نعم، إذا فعلت هذا الفعل فتكون ضمن الانتظار السلبي، وهذا الانتظار بالتأكيد هو فاشل وغير منتج وغير فعال.